إذن اللحظات الأولى لوصول الدفعة الثالثة من مهجري ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي إلى ساحة قلعة المضيق بريف حماة الغربي. كما نلاحظ هذه أولى الحافلات التي وصلت إلى الساحة وسط أمطار غزيرة ورياح شديدة. أعداد هذه الحافلات هي 71 حافلة، تقل 3500 شخص بينهم نساء وأطفال وعوائل. تستمر هذه الحافلات بالدخول إلى ساحة الاستراحة في قلعة المضيق. المنظمات الإغاثية وفرق الدفاع المدني كما نشاهد أمامي بدأت الآن بمساعدة هؤلاء المهجرين بتقديم الخدمات الطبية والإغاثية. كما نلاحظ أيضا بعض الإصابات الحرجة، الآن تقوم المنظمات الطبية بتقديم الإسعافات الأولية ومن ثم نقلهم باتجاه النقاط والمشافي الطبية. عجبكم الوضع؟ تهجرنا، روحونا، الناس مرضى، الأطفال مصابين تحت الشتاء. يا عرب، وين العرب وين الإسلام؟ شوفوا حالتنا يا أخي، شلونها يا أخي؟ مشان الله شوفوا لنا حال، شوفوا شو صار فينا يا أخي، مشان الله شوفوا لنا حال يا أخي. شوفوا الكافر بشار شو سووا فينا، هو وأحلافه. الآن وصلت الدفعة الثالثة من أخوتنا المهجرين قصرا من ريف حمص الشمالي. 71 حافلة وصلت الآن بتضم 3500 شخص مهجر. أمطار غزيرة مما زادت كارثة لأخوتنا المهجرين. بعد ساعتين من الاستراحة في قلعة المضيق سيتم التوجه لهذه الدفعة إلى الشمال السوري باتجاه ريف إدلب. ستنقسم إلى قسمين، قسم سيتوجه باتجاه مخيمات ميزناز بريف حلب، والقسم الآخر سيتوجه باتجاه مخيمات ساعد بريف إدلب. من قلعة المضيق جميل الحسن، أورينت نيوز، ريف حماة.